قضيه اسعار الاسمده وكما تعرفوا يعني لو بوست نتاع الاسمده دون لا دي بري عنده اون بوزيسيون قويه هذا ما خلى اول اجراء خديناه وهذا عنده 15 يوم راجعنا اه الاسعار المرجعيه لي كود ريفيرونس دونك طلعنا لي كود دو الاسمده لاخواننا الفلاحين وتدخل في حيز التطبيق ابتداء من اول اكتوبر